فين يا ترى؟ هي فين؟ مش لاقياها. قفشتي. انت مش هتبطلي الحركات دي؟ انا لو قلت مش عايزه اروح المستشفى مش هتردي يا حبيبتي. هو بمزاجنا وبعدين خلاص هانت، قربنا نخف، ولا هيبقى في مستشفى ولا ادويه ولا حقن. متاكده؟ متاكده. ويلا بقى نلبس عشان تاخرنا على ميعادنا. اوكي. انا عايزه البس الطبق الاصفر بتاعي اللي فيه دانتال. جود مورنينج سعدو. خلي ناصر يحضر العربيه على بال ما اجهز رنا، وحضري الفطار. يو انكز ويتنج فور داون ستيرز. اللي جابه على الصبح ده اعملي له اي حاجه يشربها على بال ما اجهز رنا وانزل له. انت هتلبسي بالتو لونه ايه؟ هلبس بالتو لونه ابيض. اوكي. انا يعني كمان عايزه البس البالتو بتاعي لونه ابيض، وعايزه البس السكيني جينز بتاعي. حاضر يا روحي، انا والسكيني جينز بتاعي. بس خلصينا هنتاخر. يلا. اوكي. تمام. والله هو انت تحبي لندن ولا ده؟ بس مش اي كلام يا رنا، اي كلام. انت بس عايزه تاخرينا وخلاص. يلا 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 يلا. كنتش اتمنى ان الحال بينا توصل للدرجه دي. هو انا يا عمي اللي كنت رحت اشتكيت ورفعت قضايا؟ اعمل لك ايه؟ ما انت رافضه تديني حقي. وهو حقك انك تورث بالعافيه. لا 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 لا، مش بالعافيه يا بنت اخويا، وانت عارفه كده كويس. اخويا الله يرحمه لو كان عاوز يكتب لك حاجه قبل ما يموت كان قال لي. طب اعمل لك ايه بقى انه ما قالكش؟ ترجع عن اللي في دماغك قبل الفاس ما تقع في الراس. وتاريخ الخبير يقول ان الامضة مزورة، وانا ما يخلصنيش ابدا ان بنت اخويا حبيبتي تتحبس. لكن يخلصك انك تشوشر عليها وتبعت انذارات ومحامي رايح ومحامي جاي. هو مش غلط يا حبيبتي ان الواحد يدور على حقه. وبعيد امر ربنا، افتح المصحف هتعرف ان انا ليا تلت الميراث اللي سابه اخويا طالما ما عندوش ولد. ولا انت بتعترض على امر ربنا؟ استغفر الله العظيم. لا طبعا مش معترضه، بس الكلام ده لو ما كانش بابا الله يرحمه كتب لي كل الميراث باسمي. انا بقى متاكد انه ما عملش كده. مش عارفه اعمل لحضرتك ايه عشان تصدقني. اقول لك ما تخطف رجلك كده وتروح تسأله. أروح؟ لا ده أنت فعلا مؤدبة ومتربية على الآخر. ماشي ماشي يا بنت أخويا، الظاهر إن مفيش فايدة معاكي. عموما أنا عملت اللي عليا وجيت لك لحد عندك، قلت يعني يمكن تلمي الدور وتلحقي نفسك. لما واضح ان تربيه امك الله يرحمها مأثرة فيكي قوي 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 قوي، ما انت عشتي معاها العمر كله. هتاخدي طبعينا احنا ولا طبعها هي؟ ماشي يا بنت اخويا، على اذنك. تليفوني معاك مش كده؟ طبعا يا سعادة الباشا. طب بقول لك ايه؟ امسك امسك دي. خيرك بغرقنا يا باشا. يا عم امسك، ما تعمليش فيها داي امار. ربنا يخليك يا باشا. انا مستني تليفونك. ها؟ قول لي جرى السواد اخباره ايه؟ سايق فيها شويه لكن هيجي هيجي. كلنا خدامين القرش يا جناب الباشا. يا عيني عليك، فيلسوف طبعا، كلنا خدامين القرش.
مستني تليفونك زي ما قلت لك. تحت امرك يا باشا، نورتنا يا جناب الباشا. سلام. الف سلامه. سلامه سعاده الباشا. الف الف سلامه. الف سلامه يا باشا. الف سلامه. سلامه يا باشا. بدري يا هاني، الدكتور عايز يمشي بقاله ساعتين وانا سايب محاضراتي وجاي لك قاعد لك هنا من الصبح. وانا جايه في الميعاد اللي قال لي عليه الدكتور بالظبط. حساب المستشفى. اتفضل. أنا مش بشتغل عندك عشان تديهم لي وأروح أوديهم، حسابات عندك تحت. حبيبتي دي أوراق عيلك. كلام مراتك اللي زي السم واللت والعجن بتاعها ما اتقالش قدام بنتي. مراتي ما قالتش حاجه. ابقى اسال رنا. رنا معايا النهارده، هجيبها لك الصبح. كانت بتقول لك ايه؟ ابدا، كانت بتوصينا على رنا. بتوصيك على رنا؟ كانت بتتكلم عليا وانا سامعاها بودني دي. وسام، مش وقته، خلينا في اللي احنا فيه. كده فاضل جلستين، كورس الكيماوي هيخلص. عارفة. بعد كده دكتور عاطف هيقول لك إذا كنتي هتسافريها تاني بره ولا هتكملي هنا. إن شاء الله. أيوة يا ماما. في إيه؟ في ميتنج مع أميرة، إكزيكتيف نديم فخري. أنتِ نسيتي ولا إيه؟ لا مش ناسية. بس انا النهارده لا فاضيه الميتنج ولا الشغل من اصله. خلي رامي معاها ويشوف طلباتها ايه. على فكره اوريدي رامي قاعد معاها، بس المفروض ان كان جايبها عشان تقابلك وتخلصي الدين معاها. جرى ايه يا نهى؟ بقول لك مش جايه غير لما اطمن على بنتي. عايزه تستنى اهلا وسهلا، مش عايزه مع السلامه. انا ما عنديش حد اهم من بنتي. اوف ده انا نسيت خالص، دي رنا عندها مستشفى النهارده. طب خلاص خلاص، خليكي براحتك. انت محتاجه حاجه؟ طيب اوكي، خلي بالك يا نفسي. بقول لك ايه، ما جتش لحد دلوقتي، ايه النظام؟ بنتها عندها سيشن كيمو. واحنا مش هنخلص من حوار بنتها ده؟ حرام عليك، هو ده مرض عادي، ده كانسر. طب نهايتها ايه؟ جايه ولا مش جايه؟ جايه جايه، بس مش دلوقتي. وال 50 مليون اللي قاعده جوه دي اقول لها ايه؟ ايه اديناكي معاك بالغلط؟ هي مش بقت انتمتك وحاططها في جيبك الصغير؟ روح ثبتها في اي حاجه لحد ما مالك تيجي.
ماشي هعمل كده وابو كده كمان. ماشي ابو كده. ايوه يا ملف، الف سلامه على رنا، طمنيني عليها عامله ايه دلوقتي؟ تحبي يجي لك المستشفى؟ لا ميرسي، خليك انت بس قاعد مع صاحبتك دي وشوف لي الجيم ده هيتلعب بكام وازاي. طيب تمام، وانا لما اخلص ابقى اجي لك. باي. ايه ده؟ مين اللي اداها العصير ده؟ بنتك كانت عطشانه عايزه تشرب حاجه، سيبها تموت من العطش؟ يا اخي ان شاء الله انتي خير. في ايه؟ مالكم انتوا الاثنين؟ بتزعقي ليه؟ هو محدش فاهم البني ادمه دي انه ما ينفعش البنت تاخد اي حاجه الا بعد الجلسه بساعتين على الاقل؟ طب خلاص حصل خير. خير؟ انا مش عارفه اصلا ايه اللي جابها هنا دي. انا غلطانه اني جاي اطمن عليها. وسع يا حازم، انا في العربيه. يا وسام، يا وسام اسمعني بس هقول لك. راجع. يلا يلا. انا عارفه انك بتبقي عطشان بس لازم تصبري يا حبيبتي، انت مش اول مره. مش عايزك هنا الدين. هانت وهانت قوي كمان، فترجعي زي الاول واحسن، تلعبي وتتنططي وتروحي المدرسه وشعرك وشعرك ده يبقى احلى من الاول كمان. انا مش هموت. بعد الشر عليك يا حبيبتي، ما تقوليش كده تاني. عشان خاطري ما تقوليهاش تاني. حاضر. هتروحي عند بابي النهارده؟ مش عايزاكي تتشقي. احنا لسه ما اتكلمناش. فيه اتفضلي. اتكلمنا اتكلمنا، قلت لك مليون مره مستحيل. لا 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 اميره، لا ما فيش مستحيل. اللي انا اعرفه انك بتحركي نديم فخري زي ما انت عايزه. ايوه بس دي مراته. عارف يعني ايه مراته؟ يعني عايزني اقول له الغي العقد مع مراتك ونسحب الشغل ونوديه ايجنسي تانية؟ عايزك تقولي له كده. ازاي يعني؟ ما اعرفش نديم، انت محتاج تشوف ايديز جديده عشان اعلاناتك ولو لموسم واحد. ما اعرفش، وانا اللي اقول لك تقولي له ايه؟ رشا دي صعب، وبعدين ده هو عمل لها الايجنسي دي كلها عشان شغل المجموعه كله يبقى عن طريقها. مش هقدر. لا اميره، انت جيتي لحد هنا يبقى هتقدري. لا يا حبيبي، انا جاي اتعرف على ملك الجرح عشان تديني الشاليه بتاع هاسياندا كريدت مش كاش. طب ايه رايك بقى ان هي هتديهولك كادو وعليهم دول كمان؟ لا انا عارف الموضوع صعب جدا ومحتاج تفكير، انا فاهم طبعا. شفت بقى ديك اخرتني، زمان وصل المجموعه. نديم؟ هقول له ايه؟ لا ولا حاجه، ما ترديش عليه، احلقيله لحد ما نعرف هو فين، يمكن لسه ما راحش. تصدق فكره؟ شوف لي أميرة فين وفورا. تحت أمرك يا نديم بيه. هو أنت ناوي تاخدها معاك المزرعة ولا إيه؟ صباح الخير. أنا مقدرة اللي أنت فيه وعارفة إنك معتمد عليها، بس حكاية أميرة دي بقت أوفر، أوفر قوي كمان. دي بتظهر معاك أكتر مني، وساعات الصحفيين بينشروا صورها جنبك ويكتبوا مراته رشا محجوب. أيوه رشا محجوب. ما كتبوش بقى أميرة معرفش إيه؟ ليه؟ عشان متجوز رشا مش أميرة.
ومش هتتجوز غيرها يا روح قلبي. وعارف لو فكرت بحياة بنتي اقطعك بسنين يا قطوطة. انت يا حلوة مش فاضل الكلام ده. دي شحنة بسبعة اصفار 10 مليون دولار طايرين على السوق يا حبيبي. فداك فلوس الدنيا كلها. وبعدين هو انت هتغلب يعني؟ اللي ما تباعش بره يتباع جوه. هو باعها المشكلة؟ رفضها هو المشكلة. عارفة يعني ايه مركب ترجع باللي فيها في البحر؟ يعني اسمي عندهم يتهز. طب ما تحاول معاهم تاني يمكن يقبلوها. ما بيهزروش دول. ايه رفضوا بعدين. ثانية واحدة. انت فين الصبح؟ خلاص اجي الاقي مجلس الاداره كله في مكتبه متبلغين في المزرعه ان انا هسافر لهم بالليل. يستنوني كلهم كلهم بما فيهم الدكتور اللي الشحنه اترفضت بسببه. نعم اما اجي لك بقى. طب والله العظيم الدكتور ده مزوق عليك. لو لوحده اقول اه، لكن ده في سوبرفايزر ومانجر ومراقب جوده، وانا قايل لهم ان الاتحاد الاوروبي مانع ان البقر يتحقن بالهرمونات دي. بقى ايه بقى؟ هما ليه يعني؟ بيتصرفوا من دماغهم. اعرف كل حاجه. معلش يا حبيبي روق انت بس وافتكر ان ياما حصل لك اكتر من كده. المره دي في حاجه مش مظبوطه. مركب ترجع بالبضاعه اللي عليها. وبعدين اشاعه الفورمالين اللي في الجبنه وغرقها السوشيال ميديا. انترنت ما بيتكلمش غير عن نديم فخري، وكان مفيش حاجه في البلد غيري. في حاجه غلط. اه معلش اجيلي صرف الشيك الاخراني لحد ما اشوف السيوله ايه. اوكي. بصي لوجي لما ترجع من المدرسه. لا انت هتكوني خرجتي. انا مش رايحه الايجنسي، بس احتمال اخرج مع داليا بالليل شويه. بقول احتمال لسه. نديم يا حبيبي بليز حاول تسافر بدري. طريق العلمين ده ضلمة قوي. وحاول ما تسوقش بنفسك. تمام. تذكر وما تقلقنيش عليك. لما اكلمك رد بليز. بليز. عندي 6000 موظف ولازم اعمل كل حاجه بنفسي؟ ليه؟ مش اكل عيال؟ يطلع عين اللي خلفونا انا في ديل زي ده وتيجوا انتوا بهبل تهدوا كل اللي انا بعمله. طبعا الصحافه ما هتصدق. مراكب نديم فخر راجعه في البحر بالبضاعه اللي عليها. مش عايز الجرايد تاخد خبر. الناس بتوع السوشيال ميديا اشتغلوا شويه. في خلال ساعتين تقرير على مكتبي في كل التفاصيل هاخده معايا وانا رايح المزرعه. وتتصرف في البضاعه اللي في البحر، محدش يقول لي نوزعها هنا. مش اللي يترفض بره نبيعه جوه. اعدموها في البحر. مش عايز حد يتأذي بسببي. واشتغلوا بدل ما افوركم كلكم. كلكم. اللي مش قادر على شغلته يشوف حد تاني يقدر. مفهوم؟ شوفوني يا مينا فين؟ يا نهار ازرق هو في كده؟ ادي الاعلانات اللي بتكسب مش اعلاناتنا اللي بنصرف عليها من واسعه. واسعه ايه ده؟ شويه ماتيريال متجمع من اعلانات قبل كده متصوره يعني اللوجو محطوط في الاخر ولا اي حاجه. قول له يا ابني ولا تلاقيها حتى الفلوس كلها في جيبها وصرف على الاعلان ده 3 مليم. هو هيجيب صاحبها هو بيكيش. قصدك بيخيش؟ ده لو فاهم في حاجه ما كانش وافق على اعلان زي ده. طب انا معاك يا ملك. هو مش فاهم
التيم اللي عنده بقى ظروفهم ايه في الحياه؟ يعني موافقين ازاي عن النحت ده؟ تلاقيهم خايفين يدوسوا في منطقه زي دي عشان مراته. طب هي اميره بقى اللي هتدوس؟ اميره دايسه، طالما طلبت عربوني يبقى اميره دايسه، وبالمناسبه احنا هنقابلها النهارده بالليل. والله انا خايفه لا تكون اميره دي بتشتغلك وهتضرب على عربون. ليه؟ هو انا تلميذ؟ لا مراته هي اللي مش تلميذه، وصعب انها تتقلش كده بسهوله. ده انت عارفاها بقى يا ملك؟ لا 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 ما اعرفش حد. انا ما شفتش، انا بسمع. وانا كمان بسمع. يعني انا بسمع انها مقضياها. اعراض الناس ما نتكلمش فيها، عيب حرام. استغفر الله العظيم. مفيش حاجه. طيب هو نديم بقى ايه نظامه في الليله دي؟ والله اللي انا اعرفه ان هو راجل محترم. وبما انه راجل محترم يبقى اكيد مراته ست محترم. وصلت؟ بعتها على الواتس. خلاص ابعتها تاني. Don't worry. طول ما في وليد منصور يعني مفيش قلق. سلام. الو ايه نديم؟ شوفي لي التليفون ده بتاع مين. اوكي ثانيه قول كده.
0122-771-2582. آخر رقم كام؟ 5؟ أوكي. لا بص، ده مش متسجل على ترو كولر. ممكن أبصلك عليه على أبليكيشن تاني، ممكن يبقى موجود وأكلمك تاني. ها؟ بسرعة. مالك أنت مالسوق؟ أنت وصلت المزرعة؟ بسرعة. طيب حاضر حاضر. أوكي. باي. ماله ده، حد بيعكسه ولا إيه؟ الظاهر كده. بقول لك إيه؟ هي جاية بقى ولا لا زي قبل كده؟ لا 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 لا، هي أكيد 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 فور شور جاية، ومعاها التشيك والديبوزيت كمان، هتشوفي دلوقتي. كده عن الصاروخ ده؟ مش قلت لك؟ سوري يا جماعه اتاخرت عليك خالص. اميره ناصر ملك الجرح. طب هاي رامي، انا بقالي كتير عاوزه اتعرف عليكي بس الجبان ده اللي مش راضي. انا برضو عموما فرصه سعيده. انا اسفه. نتكلم شغل بقى؟ قلنا هنخش في الموضوع على طول كده. بص يا ستي، انا رامي اداني فكره عن الحكايه وانا بعمل محاوله. محاولة؟ واحنا لسه هنحاول؟ أكيد. طب الموضوع مش سهل. أميرة أميرة بلاش أفورة. ها، اللي احنا اتفقنا عليه مش هيتغير. وأنا جبت سيرة حاجة مالك، لازم تعرف الحكاية محتاجة خطة. بس أنا على فكرة ابتديت. أمال رامي فهمني حاجة تانية ليه؟ ولا أنت عامل ضيعلي وقتي بس؟ لا مالك، بتقولي أنت ابتدت مش ابتديتي صح؟ أوريدي؟ It's all good. أنا آسفة يا جماعة، أنا لازم أمشي. طب نخلص الميتينج وبعدين. ملك ثانية واحدة. ملك ملك بعدين. لا بعدين. ملك بليز. هو في إيه؟ لا ما مش فاهم. هي المسج دي فيها أنا ما شفتش المسج، ما أعرفش. أنا أخش الحمام.